بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه المستمعة أختكم في الإسلام نون ألف ها من الرياض، استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة وبقي لها سؤالان. تقول في السؤال الأول: هل لبس المرأة للضيق القصير أمام النساء محرم أم لا وعند المحارم؟ وما هو اللبس المشروع يا فضيلة الشيخ أمام المحارم مأجورين؟ اللبس المشروع للمرأة أن تلبس كل ثوب يبعدها عن الفتنة وعن الدخول في قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالثياب الضيقة التي تكون كالملصقة على البدن لا شك أنها ثياب كاسية، ولكنها ولا ثياب كاسية أي تكسو المرأة، ولكنها في الحقيقة عارية تعريها، تعري المرأة لأنها تصف حجم جسدها تماما. وهذا النوع من اللباس لا يجوز اللهم إلا عند الزوج إذا لم يكن في البيت أحد. وأما إذا كان ضيقا لكنه ليس إلى هذا الحد فإني أرى المنع منه والبعد عنه، لأنه قد يحدث فتنة ولو كان عند المحارم من الرجال ولو كان عند النساء أيضا، لأن النساء قد يفتتن بالمرأة إذا رأينا شيئا من بدنها يعني بوصف حجمه، وإن كانت امرأة وهذا شيء مشاهد. لذلك أرى منع هذا النوع من اللباس، وإذن فالمشروع أن يكون اللباس لباس المرأة واسعا فضفاضا سابغا إلى قدميها. وأما في اليدين فالمشروع أن يكون إلى الكفين. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو في رسالته في عورة المرأة ولباسها بأن نساء الصحابة كانت أكمام ثيابهن إلى الكف وأسفلهن إلى الكعب، هذا إذا كانت المرأة في بيتها. أما إذا خرجت للسوق فإنها تلبس القفازين من أجل ستر الكفين، وترسل الثوب إلى شبر أو ذراع من أجل ستر الأقدام.